بداية جات خبرنا شو العوارض يلي حسيت فيها حتى شكيت انه معقول يكون معك فيروس الكورونا؟ اللي حسيت فيه بالأول هو تعب، يعني كنت بمشوار وجيت على البيت مش قادر أفتح عيوني وتعبان كتير، وهي بعد الظهر عشية بلشت أحس أرجف هيك تطلع حرارتي، فأخدت حرارتي طلعت 8.7 أو شي هيك، فهول أول شي حسيت فيهم. هل خضعت دغري لفحص البي سي ار او جربت تحجر حالك كذا يوم حتى تتحقق من الموضوع؟ لما وعيت تاني نهار كان راسي كتير عم يجعني، وبعد الحرارة قلت خلص لازم بي سي ار، فدغري نزلنا عملنا بي سي ار نفس النهار. هل انت ومدامتك بنفس الوقت حسيتوا بنفس العوارض او في حدا منكم عدد تاني؟ فرق تقريبا، يعني انا بعد الظهر بلشت احس بالعوارض، تاني نهار الصبح كانت مرتي بلشت احس بالحرارة والعوارض كمان، فرق نص نهار تقريبا. لا، شو بتطمن جمهورك؟ كيف صحتك؟ كيف شو حاسس على المزبوط؟ حاسس أحسن بكتير، حرارة بطل فيه من بعد تالت يوم، بس العوارض الباقية هي وجع جرين ووجع شوي جسم، هيك تعب على طول، في تعب متواصل يعني، بس عم نضلنا لأنه ما في شي نعمله نضلنا مرتاحين. في كتير اشخاص بيتبادل لذهنهم، هل كنت عم تاخد الاجراءات اللازمة الوقائية للحماية من فيروس الكورونا وتجرب تقوي المناعة تبع جسمك او كنت ترك الامور ربانية؟ لا كنت اخدها جدية وعلى طول انتبه، على طول حاطط كمامة، هو لانه اكتر شي كنت فكر انه ولادي واهلي واهل مرتي لانه مصيف عندهم، فما بدي القطها وانقلها لاما لمرتي لحماتي، فمش هيك كنت على طول انتبه وعلى طول حط كمامة، بس ما حدا بيعرف مين بتجي كمان. اليوم وين متواجد انت والمدام؟ متواجدين بالبيت حاجرين حالكم او بشي مكان تاني؟ لا نحن ببيتنا بالبيت الشتوي، نحن مصيف بكفاية ومنشتي بزكريت، فهلا نزلنا على زكريت من أول ما بلشت يعني، والولاد ضلوا عند ستون لأنه عملنا لهم فحص كمان طلعوا نيجاتيف، فضلوا عند ستون فوق بالضيعة بالجبل ونحن ببيتنا. بعد قد ايه رح تخضع لفحص البي سي ار تاني حتى تتأكد إذا صار نيجاتيف؟ حسب الحكيمة قالت لنا نهار الجمعة أو السبت لازم نعيده، وبس نعيد إذا طلع نيجاتيف ننطر كم يوم نرجع نعمله مرة تانية، لازم يطلع مرتين نيجاتيف، فلنشوف للجمعة أو السبت. اليوم في أشخاص كتير يمكن بدهم يصيروا يتساءلوا هل معقولة خلطت مع هشام حداد، لأنه كلنا بنعرف إنه أنت على صداقة أنت وياه، فالكل أكيد هلأ بده يصير يربط الاسمين ببعضهم ويصيروا يتساءلوا هل معقولة جاد التقى بهشام ونقل له العدوى؟ لا صراحة كان صار لي فوق 3 جماع وأكتر كمان مش شايفه لهشام، هو كان عامل كمان نقاهة بغير مطرح بطالع على الجبل وهيك، وصار لي فترة طويلة ما شفته، ف unless بينتقل على الواتساب غير هيك ما في خطر.